أثناء أعلن الجيش العراقي إصابة الإرهابي المدعو أبو محمد العدناني المتحدث باسم تنظيم داعش الإرهابي في غارة جوية بمحافظة الأنبار، وبحسب بيان صحفي فإن الإرهابي العدناني أصيب بجروح بليغة إثر تعرضه لقصف جوي في منطقة بروانة، نقل عقبها إلى منطقة هيد ثم إلى إحدى الأوكار بالموصل تحت حماية أمنية مشددة. ووفقا للتحالف الدولي فإن أكثر من 100 مقاتل من عصابات داعش الإرهابي قتلوا في بروانة والمناطق المجاورة لها خلال الأيام القليلة الماضية إثر ضربات جوية.